من نغضب نكفر، من نتشاقى نكفر. وكبر شوية، أنا أعرف أكو هواية فئة خصوصا من الشباب، شباب هالوقت حتى بشقاهم ونكتهم يكفرون. وكبر بابا شبيكم، ترى رب العالمين يعطيك هواية فرص بس بعدين تتندم، صدقني حلقة خايس وتكفر شبيك. ايه وانتو متابعيني وتسمعون واحد يكفر، لا تضحك له وابتعد عنه، ولو بس حسس انه هو اللي دا يحشي هذا غلط قولوا له هالشي ترى ما يضحك، لا تطوه مجال حتى بعد لا يعيدها مرة ثانية.